ضروري الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الاسم الكامل عادل الحميدي، عضو بالرابطة المحمدية للبيت النبوي الشريف التي يترأسها الأستاذ سيدي الخمار الصافي. بالاسم ديالي وبالاسم ديال كافة أبناء عمومتنا الشرفاء الدارسة بقبيلة تول خصوصا دوار أهل الزاوية، جينا ولنا الشرف كنحيو هذه الذكرى ديال عيد الاستقلال المجيد. هذه الذكرى صراحة اللي هي غالية على قلوب المغاربة الأحرار، وذكرى دات احتفال دات زوين ما شاء الله، اللهم بارك. ومن هذا المنبر كان رفع الولاء لعاهد البلاد ولحامي الملة والدين جلالة الملك سيد محمد السادس، دام له النصر والتمكين. كذلك سائلنا المولى عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته الفاقدين سيدي محمد الخامس وسيدي الحسن الثاني، طيب الله ثراهما. ملك عبقري والشعب الوفي شرر الصحراء، فلا ولن تزحزحنا الرياح يا معداه، ولن نعير اهتماما باي افتراء، وستشبث بمغربية الصحراء، فنحن شعب شيمته بالاخلاص والوفاء. السلام عليكم، كنقدم لكم راسي فاطمة عبدوس، فنانة تشكيلية عصامية بنت رباط الخيل العام الأصفرو، اللي اليوم راني فرحانة بزاف بهذه المناسبة العظيمة اللي هي عيد وطني عيد المسيرة الخضراء، اللي تبارك الله أنا دايرة واحد المعرض ديالي في هذا العيد اللي هو وطني وعيد المسيرة الخضراء اللي هي تاريخ ديالو 48، وبالمناسبة ديال عيد الاستقلال اللي فرح قلبنا، والحمد لله جوج أعياد في شهر واحد عيد الاستقلال اللي هو 68، واليوم فاطمة عبدوس اللي هي الحمد لله حتى واحد المعرض ديالها في هذا الحفل هذا الكبير في الجامعة ديال سلا سلا المدينة. وكنشكروا جميع الاعضاء وكنشكروا الرئيس ديالنا اللي نظم هذا الحفل هذا، الرئيس ديالنا السي الخمار اللي هو الحمد لله، وجميع الاعضاء اللي راهم منظمين تبارك الله، وكاينين الحضورين تبارك الله، كاين بزاف ديال الناس حاضرين جايين من جميع المدن، وكاينين الحاضرين اللي جاوا من فرنسا، كاينين جايين من جميع الدول تبارك الله. كانت جامعه ديال السلام مفتخره بزاف بهذا العيد هذا اللي هو عيد المسيره وعيد الاستقلال، وحنا الحمد لله اليوم مفتخرين بزاف هذه الاعياد ديالنا اللي هما وطنيه، وكنبقاو دائما ان شاء الله دائما معاهدين، ودائما نخدموا لاجل بلادنا، ودائما نبقاو وراء جلاله الملك سيدي محمد السادس نصره الله، وبالمسيره الخضراء ولا عيد الاستقلال ولا جميع الاعياد الوطنيه. واليوم فاطمه عبدوس راها حاطه واحد اللوحات اللي هما وعارضاهم بالمسيره الخضراء اللي انا رسمها الفن التشكيلي ديالي، دائما اللي تنعبر بواحد اللوحات اللي هما تراثيه، وعندي المسيره الخضراء في اللوحات ديالي اللي كنعبر بهم دائما على ذاك المسيره الخضراء اللي كانوا الحمد لله جدودنا مشاو، ووالدينا وخوتنا، وحنا غادي نبقاو ان شاء الله دائما متبعين هذه المسيره اللي هي مسيره الخضراء اللي غتبقى دائما خضراء، والصحراء المغربيه اللي دائما غتبقى مغربيه، ودائما حنا مفتخرين بهذه الاعياد الوطنيه. وتنشكروا كاع جميع الحاضرين اللي جاوا باش حضروا في هذا الحفل هذا الكبير اللي هو تبارك الله شرف المغاربه من طنجه للقويره، وحنا دائما ان شاء الله باذن الله غنبقاو نحتفلوا بهاد الاعياد الوطنيه حتى يبقى فينا عرق، ودائما الصحراء المغربيه غتبقى مغربيه، ودائما شعارنا الله الوطن الملك عاش الملك. الوطنية.
في البدايه انا جيت سعيد باستضافه ديال اكسبريس تي في لهاد التغطيه ديال هاد النشاط اللي انضمته المنظمه المغربيه للتعبئه الوطنيه داخل وخارج المغرب. وهذا نشاط جاء بمناسبه الذكرى ديال اولا ديال المسيره الخضراء وكذلك الذكرى ديال استقلال المغرب. وصراحه حنا كفاعلين في مدينه سالا شهدنا واحد المهرجان كبير اللي كان صراحه في واحد التعبئه كبيره واحد التنوع ديال الانشطه الوطنيه وحضور ديال مغنيين وطنيين وازنين وكذلك واحد العدد ديال الشخصيات ديال مدينه سالا. وهذا ان دل فان ما يدل على ان هذه المنظمه الحمد لله من خلال هذا النشاط اللي كديروا واخصنا بالذكر فرع ديال المريصه انه واحد المناسبه مهمه جدا اولا للتعبئه الوطنيه وللاحساس بالروح الوطنيه للسمو بالروح ديال المواطنه لدى المواطن السلاوي والتفاف حول جلاله الملك نصره الله وأيده للدفاع على وحدة التراب الوطني. وهذه محطة مهمة ومناسبة جد محمودة والتفاتة محمودة من طرف هذه الهيئة ديال المجتمع المدني اللي صراحة نحن نتمن وندعم مثل هذه المبادرات. وشكرا. السلام عليكم. نور الدين القوام الأمين بالمنظمة المغربية للتعبئة الوطنية داخل الوطن وخارجه. كما دأبنا في كل سنتين أن نحتفل بهذه المناسبة السعيدة ألا وهي عيد المسيرة الخضراء المظفرة وعيد الاستقلال المجيد تحت شعار من التحرير إلى البناء في ظل انتصار إرادة العرش والشعب. المنظمة عندكم أنشطة كثيرة في المجال هذا. أي كاين فروع كاين فروع في تقريبا في جل المدن المغربيه كاين فروع وكل فرع تنظم في المدينه اللي هو. وهذا احتفال تتنظمه المركزيه بجاتي حضروه جميع الفروع وجميع الاطر المنضويين تحت المنظمه المغربيه. بهذه المناسبه هادين نرفع اكف الضراعه للملكين المجاهدين المغفور لهما جلاله الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني وأن يحفظ ملكنا الهمام جلالة الملك محمد السادس وأن يقر عينه بولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن والأميرة الجليلة لالة خديجة وأن يشد أزره بصنوه المولى الرشيد وسائر الأسرة العلوية. شكرا. الدكتورة بشرى الخالص النائبة الأولى لرئيس منظمة التعبئة الوطنية للمغاربة داخل المغرب وخارج المغرب. اليوم في هذا اليوم التاريخي المنظمة كعادتها تقيم احتفالا لتخليد مناسبتين العزيزتين على الشعب المغربي ألا وهما المناسبة 48 لذكرى المسيرة الخضراء المظفرة والذكرى 68 لعيد الاستقلال. وهذا الحفل ستحضره تلة من المطربين وأيضا شخصيات وازنة ومن الشعراء وفنانين تشكيليين. ودائما وأبدا دائما المنظمة هي من المنظمات الوطنية التي تكون دائما حاضرة جميع المناسبات الوطنية والسباقة إلى الاحتفال بها ودائما خلف القيادة الرشيدة. عاش الملك وعاش المغرب.